طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، اهلا بكم معنا الى نشره اخبار الثقافه من قناه عمان الثقافيه، والبدايه مع ابرز العناوين. الاحتفال بيوم المتاحف العالمي بمحافظه ظفار. محافظه ظفار تحتفل بيوم المعلم. أهلا بكم. تعد المتاحف منارة لنشر المعرفة والعلوم ومركزا مهما للتعريف بالثقافة والتراث الإنساني في مختلف المجالات، ونظرا لهذه الأهمية وتزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمتاحف التي تأتي هذا العام تحت شعار المتحف فضاءات ثقافية مستقبل التقاليد، التقرير التالي لاحتفال متحف أرض اللبان بمنتزه البليد الأثري التابع لمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بهذه المناسبة، فلنتابع. في متحف أرض اللبان بمنتزه البليد الأثري مشاهد تأخذنا إلى الزمن الماضي من تاريخ عمان، ومشاهد أخرى ترسم لنا صورا عن علاقة ذلك الماضي بالمستقبل حتى تنشأ لدينا أجيالا تعي أهمية تراثنا العريق. هنا يتضح لنا تجسيد شعار المتاحف كفضاءات ثقافية مستقبل التقاليد، وهو شعار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي أقامه متحف أرض اللبان التابع لمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية كواحد من المتاحف العمانية التي تحتفي بهذا اليوم. من ضمن التطورات اللي صارت للمتاحف اللي هي النقلة النوعية من مناطق أو فضاءات لعرض اللي هي التراث والتقاليد وما إلى ذلك إلى فضاءات للتعلم وتقديم خدمة المجتمع. فالمعارض في الوقت الحالي يعني خدماتها للمجتمع صارت ضرورية كثير جدا، لأنه تواصل الأجيال ما بين اللي هي الجيل القديم والجيل الحديث. متحف أرض اللبان يحتوي على قاعتين، وهما قاعة التاريخ والقاعة البحرية، ومن هذه القاعات تتفرع مجموعة من الأقسام، ويستقبل المتحف يوميا العديد من الزوار، حيث بلغ عدد زواره في عام 2018 قرابة 99,000 زائر. ويسعى المتحف بشكل متواصل إلى تجسيد شعارات اليوم العالمي للمتاحف سنويا، فهو يقدم لنا نموذجا للمراكز الثقافية التي تعمل كمنصات تجمع بين الإبداع والمعرفة. ومع نمو المتاحف بشكل متزايد في أدوارها كفضاءات ثقافية، فإنها أيضا تجد طرقا جديدة لإبراز أهمية مجموعاتها وتاريخها وموروثاتها، مما يخلق تقاليدا سيكون لها معاني جديدة للأجيال القادمة وأهميتها لجمهور معاصر متزايد التنوع على المستوى العالمي. الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف اشتمل على إلقاء كلمات عبرت عن المناسبة، إلى جانب إلقاء القصائد الشعرية وتقديم لوحات من الفنون العمانية المغناة التي تمثل جزءاً مهماً من التراث الإنساني المتوارث عبر الأجيال. الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يساهم في زيادة الوعي بأهمية المتاحف في تنمية المجتمع، فالمتاحف لم تعد مركزاً لحفظ كنوز التراث والثقافة فحسب، بل أيضاً أصبحت مركزاً ثقافياً وعلمياً لنشر مختلف العلوم في مجالات التراث الإنساني. محمد بن أحمد سليم المهري، محافظة ظفار، صلالة. هذا وأقامت المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة. تعد المتاحف مراكز علمية مهمة لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية، وهي تسهم بشكل كبير في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات. وانطلاقا من هذه الأهمية وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، أقامت المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة احتفالا بهذه المناسبة. دابت المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار الاحتفال بالمناسبات العالمية المعنية بالتراث، وهي أيضا فرصة وسانحة للمهتمين لجمع اللقى والشواهد الأثرية. اشتمل الحفل على معرض لبعض صور الحصون والقلاع العمانية،
وكذلك اشتمل على ركن للعملات النقدية. مشاركتي هذه السنة هي عبارة عن النقود والأشياء المرتبطة بالنقود كالقلاع والسفن وكيف تبادل العملات، ولتعريف جيل الحالي بتراث السلطنة بصفة عامة، وأيضا نسلط الضوء على الأشياء الموجودة في العملات بالإضافة إلى الأبواب والنوافذ في محافظة ظفار. المتاحف كفضاءات ثقافية مستقبل التقاليد هو شعار الاحتفال بهذه المناسبة التي تهدف إلى رفع التبادل الثقافي لدى الشعوب وإبراز الثقافات وتطوير التفاهم والتبادل والتعاون والسلام. فكل قطعة تعد شاهدة عصر على إرث حضاري تليد وتاريخ ضارب في أعماق الحضارة الإنسانية. يعد المتحف نافذة مهمة في توصيل ثقافة الماضي لأذهان الأجيال المتعاقبة لما تمتلكه هذه المتاحف من تاريخ حضاري وثقافي. محمد بن بخيت، حصون الشحري، ولاية طاقة، محافظة ظفار. احتفالية أقيمت على مسرح المجمع الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بيوم المعلم. الاحتفالية التي جرى خلالها تكريم عدد من التربويين المجيدين بمحافظة ظفار تمت تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. المعلم هو صانع العقول وباني المجتمعات، فبه تتقدم الأمم والشعوب. من هذا المنطلق أقامت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار الحفل السنوي ليوم المعلم، ويأتي التكريم وفق سلسلة من التكريمات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم. أقدم لهم بداية كلمة شكر والتقدير على الجهود التي يبذلونها للارتقاء بمستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات، كذلك تكريم مجموعة من المعلمين والمعلمات الذين تقدموا ببعض المبادرات المجيدة، متمنين التوفيق للجميع. تضمن الاحتفال تقديم أوبريت فني بعنوان بفضلك أنت، كما تضمن لوحات درامية وأنشودة بعنوان معلمي وفن البرعة العماني. وتخلل الحفل عرض للإجادات التربوية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة. المعلم كل الشكر والتقدير لأنهم مربوا هذه الأجيال، وبالتالي يتحملوا الكثير من العبء سواء داخل المدرسة أو حتى متابعتهم للطلبة في مختلف مناحي الحياة. يعني هناك مبادرات، لاحظت مبادرات جيدة إن شاء الله تخدم الأسلوب التعليمي. وشمل التكريم المعلمين المجيدين للعام الدراسي 2018-2019، بالإضافة إلى تكريم المشرفين والأخصائيين والمساعدين والمدراء، إلى جانب الفائزين في المبادرات التعليمية والمنسقين الإعلاميين. وقد بلغ عدد المكرمين 294. بداية نتقدم لهم بالتهنئة لكل الأخوة المعلمين والمعلمات اللي تكرموا اليوم، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الوقت، وأيضا هذا جهدهم خلال سنوات ماضية يعني، وهذا التكريم أيضا يعطيهم دافع للتقديم الأفضل إن شاء الله في الأعوام القادمة. هذه الاحتفالية مناسبة سنوية للتأكيد على دور المعلم في الرقي بالمسيرة التعليمية والتربوية لهذا الوطن المعطى. عبد الله بن عبد العزيز، تبوك، محافظة ظفار. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. تجمع لرسامي الفن الجرافيتي في العاصمة السنغالية دكار.
أهلا بكم من جديد. كرمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية قرابة 370 من المجيدين في الأنشطة التربوية من الطلاب والطالبات والمعلمين، وجاء الحفل بهدف تحفيز الطلبة على العطاء في مجال الأنشطة المدرسية باعتبار أنها تلعب دورا مكملا لأدوار المدرسة في تلقي المعارف. في العاصمة السنغالية دكار وفي إطار فعاليات مهرجانها السنوي لفنون الشارع، تجمع عدد من فناني الجرافيتي من أنحاء العالم لرسم جدارية ضخمة تكريما لبطلة مقاومة سنغالية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. العشرات من فناني الجرافيتي من أنحاء العالم تركوا بصمتهم على العاصمة السنغالية داكار خلال مهرجان سنوي لفنون الشارع يطلق عليه فيستغراف. المهرجان أقيم للعام العاشر واختتم الأسبوع الجاري بعد فعاليات استمرت 10 أيام. واشترك الفنانون في رسم جدارية تتضمن صورة ضخمة لبطلة المقاومة السنغالية آلين سيتو دياتا، والتي اختيرت لتكون رمزاً للمهرجان هذا العام. وفي استغراف ومن ابتكار فنان الجرافيتي المحلي دوكتا الذي كان دافعه منذ 10 سنوات هو إشراك الناس وحملهم على التفكير في قضايا مثل الصحة والبيئة والأمور السياسية من خلال ثقافة الشارع. وتعرف آلين سيتو دياتا في أنحاء السنغال بلقب ملكة كابروس في منطقة كازمانس حيث ولدت، وقال دوكتا إنه أراد تكريم النساء اللائي قاتلن من أجل الحضارة السوداء. وكان من بين رموز مهرجانات الأعوام السابقة شخصيات مثل الزعيم المناهض للاستعمار أميلكار كابرال والزعيم الغاني كوامي نكروما. وولد دياتا في كازمانس بين عامي 1910 و1920، وقادت حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي، وفي الأربعينات من القرن الماضي دعت الناس إلى عصيان الأوامر الفرنسية برفض دفع الضرائب وتسليم المحاصيل والانضمام إلى المجهود الحربي. واعتقلت السلطات الفرنسية دياتا وتوفيت في السجن عام 1944. ختاما لنشرتنا الثقافية نعود هنا للتذكير بأبرز العناوين. الاحتفال بيوم المتاحف العالمي بمحافظة ظفار. محافظة ظفار تحتفل بيوم المعلم. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.